معانا الأستاذة أم محمد من القاهرة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي ربنا حضرتك؟ ربي يملأ، سلام عليك، الله يخليك، ربنا يملأ قلبك بالنور والإيمان يا رب. يا رب أنا وأنت وسائر المسلمين. اللهم آمين يا رب. أنا عندي مشكلة يا دوك، يعني أنا ليا أختين. طيب. أختين، حضرتك سامعني؟ سامع كويس، اتفضلي يا حاج محمد. عندي أختين في حتة أرض أقل من 60 متر. وانا وجدت واحده فيهم قالت لي يا اختي اشتري الحته، قلت لها لا اديها لاختك اللي انت معاها وايه ومالكيش دعوه بيا. اختها الثانيه قالت لها لا انا مش هاخدها منك بفلوس. فجت قالت لي خديها لحسن اجيب لكم حد غريب ياخدها، كان زوجي كان جوزي كان عايش الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه. فقالت لها يا بنتي ابعديني على الحاجه دي، قال لها لا. فالمهم راح قال لها طب انا هشتريها واخليها باسم اختك بحيث ان الاثنين يبقوا مع بعضيهم، انباعوا يبيعوا سوا يعني، خلوها يخلوها براحتهم. راح طيب. جوزي اشتراها وما شافهاش وكتبها باسم، جات اختي كتبتها باسم في المحكمه، وجات على اختي الكبيره دي مش بتنجب ما بتخلفش يعني. فقالت لها دلوقتي انا بعت الحته لاختك، قلت لها يا اختي اختك باعت لي وكانت هتجيب لك واحد تاني فانا اشتريتها منك. قالت لي طيب دلوقتي انا مش هشتريها. قلت لها طب يا اختي اديني الفلوس اللي حطيتها فيها. طبعا انا اختي بعت لي في المحكمه بورق تسجيل. طب كويس، ايه بقى اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان اختي ولا راضيه تشتري وحملتني وزر انا مش قده، لا راضيه تشتري وزر ولا راضيه وزر ايه؟ ان هي دلوقتي ولا راضيه اختي اللي هي ما بتخلفش دي ولا راضيه تشتري. فين الوزر يا حاجه؟ فين الوزر؟ فين الوزر اللي عليكي؟ ان انا دلوقتي اختي مش راضيه تديني الفلوس بتاعه جوزي، خدت الورق بتاعي وفرقته على يعني اختك اللي هي موجوده، الاختك اللي هي موجوده دي اللي هي ما بتخلفش مش راضيه تديني الفلوس، مش راضيه تديك الفلوس بتاع الارض دي، ولا راضيه تشتري ولا راضيه تبيع. طب وفين الوزر بقى؟ وفين الوزر؟ قالت لي انا الان اخد، بتقول لي خد حقك. طب انا حقي اقل من 30 متر ما يجيش حاجه بقى الاوضه. فجم عيالي لما ابوهم اتوفى الله يرحمه قال ايه، قالوا احنا هنبنيها ربما الورثه يطمعوا فيها، احنا كده مفرقين ورق عليهم. طب كويس، يعني انت بتساليني حاجه محمد، انت دلوقتي بتساليني هل ليا ان انا اتصرف في الارض دي او اتصرف في الحاجه دي وبقى كده مش اسمعيني طيب يا حاج محمد. حاج محمد يبقى انت بتساليني هل انا ممكن اتصرف في الحاجه دي وما يبقاش ده عليا وزر في ده، صح كده؟ لا ما عليكيش وزر. طب ده حقك، ده حقك ومالك ومتسجل في الشهر العقاري وكل حاجه، فده مالك وتصرفي فيه زي ما انت عايزه. ما حدش قال عشان اختي موجوده تمنعني من ان انا اتصرف في مالي وتخليني وتضيق عليا حالي وحال اولادي. اتصرفي في المال ده وده حقك. انا عارف ان عاطفتك عشان اختك دي ما عندهاش اولاد ولا حاجه زي كده، فانت عاطفتك ان انت مش عايزه تضايقيها، ماشي. بس هي في نفس الوقت انت بتساليني هل هيبقى عليا وزر وعلى هيبقى عليا اثم اذا انا تصرفت في المال ده؟ ابدا، ده مالك ولك ان تتصرفي فيه كيفما شئتي.